السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم زميلتكم آلاء دبور في الرابعة. هنشرح اول سيكشن تروما. معلش بقى في شوية تأخير كده، بس والله السيكشن ده مش عارفة ماله عامل معايا كده ليه، كل ما اجي اسجله يحصل مشكلة. فاللي هو ايه، ان شاء الله ان شاء الله تكمل واسجله على خير. واي حد حاسس ان حياته بائسة او الدنيا ملخبطة معاه يجي وانا احكي له مراحل تسجيل السيكشن ده، ان شاء الله يحس كده ان حياته زي الفل، من باب اللي يشوف بلاوي الناس يعني وكده. ما علينا، مش هطول عليكم. نبدأ السكشن معانا بعنوان الاكسيدنت والهيموريدج والتشوك. واضح ان ايه متقسم لثلاث اجزاء لوحده. تمام، نشوف اول جزء معانا اللي هو الاكسيدنت. معانا هنا بيقول ايه، بيقول ان الحوادث يعني لما بتحصل، الوفاه اللي بتيجي نتيجه الحادثه، لقوا ان الناس بيموتوا في ثلاث فترات. يعني اول فتره اللي هي ايه، الفيرست بيك. قبل ما نقول اول فتره تاني فتره كده، يعني هو هنا بيقول ديسكرايب ان هو اتوصف يعني في 1982، ما علينا. وان هو بيوصف الموت بسبب الحوادث، وان هما لقوا ان هم الناس بتموت في خلال ثلاث فترات. تمام، نشوف كل فتره بقى وايه المميز فيها وايه اسباب الموت في كل فتره. تمام، اول حاجه اللي هي الفيرست بيك. الفيرست بيك ديت من ثواني لدقائق. تعالوا نتخيل معانا كده ان حد عاوز يموت حد بسرعة، يعني اكيد لو قاتل عاوز يقتل حد فهيموته بسرعة عشان ما يشوفوش ويبلغ عنه والكلام ده كله. تمام، فبيشوف اكتر طرق ان هو ايه يموت بسرعة في خلال من ثواني لدقايق. تمام، لما حد بيجي يقتل حد بيعمل ايه؟ يا اما بيخنقه، يا اما بيضربه برصاصة في دماغه، يا اما بيضربه بسكينة في قلبه. تمام، دي عشان ايه نلخص الاسباب بتاعت الفيرست بيك. تمام، اول حاجة اللي هو يخنقه، الابنية، هو قفله التنفس بتاعه. تمام، اي حاجة بقى توقف التنفس في خلال الحادثة يعني هتتسبب ان هو يموت. فورين بادي مثلا، دخل في يعني كسر في اللارينكس، كسر في التراقية، اي كسر في الابر ريسبيراتوري تراكت كده هيوقف لي التنفس بسرعة. تاني حاجة اللي هو السيفير برين دامج، احنا قلنا ممكن يضربه بطلقة في دماغه او اي حاجة في السي ان اس. طبعا انتوا ايه واخدين سي ان اس وانا واخداها ابحاث، فيعني مش هاجي ابيع المايه في حاره السقايين والله، يعني انتوا اكيد احسن مني. تمام، ابسط حاجه في المخ مثلا، لو تروما جت ضربت لي ريسبيراتوري سنتر، ضربت لي سنتر مهم، فهيموت يعني بسرعه. تمام، او هاي سباينال كورد انجري. طبعا مش هنقول مثلا انجري في السباينال كورد على مستوى مثلا الثوراسيك فيرتبري، يعني دي مش هتموت، هتجيب له شلل اه بس مش هتموته، هيفضل لسه عايش يعني. تمام، لكن لو هاي سباينال كورد انجري فهتضرب حاجات كتير، فممكن ايه تموت العيان. تالت حاجة قلنا انه يضربه بسكينة في قلبه، سواء هو ضربه في قلبه دايركت او في لارج بلاد فيزل زي الاورطة، فده برضو هيموت بسرعة لان الدم هنا هيصفي اسرع ما يمكن. تمام، يبقى دي اسباب الوفاة في الفيرست بيك. والفيرست بيك قلنا انه سكند لمينتس. تمام، بعد كده بقى السكند بيك. السكند بيك ده اللي هو بقى ايه، من دقايق لاي لساعات. تمام، هو اسمه جولدن اور، ممكن ناخد من كلمه جولدن اور، اور ساعه، فيبقى كده ايه هو من دقائق لساعات. تمام، وجولدن، طب هو ليه جولدن؟ او يعني مثلا بص انا تخيلتها، يعني هو مفيش حد قال التخيل ده، بس ان هو مثلا اسمه جولدن يعني او حاجات ساعه ذهبيه عشان احنا ممكن ننقذ العيان، يعني احياء النفس. تمام، بيقول ان لو انا عملت ريسوسيتيشن للعيان او قدمت له ادفانس تروما لايف سبورت، وهناخد دلوقتي الادفانس تروما لايف سبورت هي عباره عن ايه. تمام كده العيان ايه، هبقى انا انقذته، العيان مش محتاج يعني غير لرابيد اسسمنت. تمام، ايه اسباب الوفاه اللي هتحصل في الجولدن اور او في السكند بيك؟ اول حاجه ان يكون في هيموريدج، او هي كل اسبابها هيموريدج. احنا كنا بنقول هنا قدام ان لو حصل هيمورج من الاورطة، من الهارت، حاجات كبيرة قوي. طيب هنا لو حصل الهيمورج بليدنج هيموته، بس من حاجات بقى ليفل اقل كده، يعني مش هيموته في اول كام ثانية، مش هيموته في اول دقيقة، لا هيطول شوية. الهيمورج كان شديد بس ما كانش شديد قوي قوي يعني زي الاورطة. تمام، طيب ايه هو الهيمورج بقى اللي هو شديد ومش شديد ده؟ ده لو فيه هيماتومة تكونت برضو في البرين، برضو سب ديورال او ايبديورال، فوق الديورا او تحتها. تمام، بقيه الحاجات كلها بقى ايه، بلاد جامد يعني، اللي هو الهيمونيوموثوركس، ان حصل يعني هواء، دخل هواء وبلاد في قلب البلورا. احنا كنا بنقول ان النيموثوركس هو هواء في قلب البلورا، هيمونيوموثوركس هواء وبلاد في قلب البلورا. ما علينا،
تمام. رابشر سبلين، طبعا السبلين والليفر يعني بلاد كتير، فسواء في رابشر في السبلين او لاسريشن في الليفر فده هيهدر دم معايا كتير ويقوم ايه العيان داخل في شوك ويموت. تاني حاجه بالفيك فراكشر، احنا قلنا المره اللي فاتت ان اي فراكشر العظم بيكون حاد فممكن يقطع لي ارترز مهمه، يعني ده البلفيك الانترنال الياك الكومون الياك بعده انترنال واكسترنال، فيعني اماكن مهمه اضرب اي حاجه فيهم هتجيب هيمورج جديد. تمام. مالتيبل اور اذر انجري اسوسييتد ويز سيجنيفيكانت بلاد لوس، بص ممكن مش لازم يكون حاجه كبيره، مش لازم يكون لاسيريشن في الليفر رابشر في السبلين، على فكره لو في كذا بلاد فيزل كتير مالتيبل متقطعين وكل واحد فيهم ما يموتش ممكن كلهم لما يتجمعوا مع بعض يموتوا، وارد. دي كلها ايه اسباب اسباب الوفاه يعني في السكند بيك اللي هي الجولدن اور، قلنا ان هي اور يبقى كده هتفكرني بانها سيفرال اورز. تمام. وجولدن عشان انا ممكن اللي هو العيان بس محتاج نيد رابيد اسيسمنت، تمام، زي الريسوسيتيشن وكده، او ان انا استخدم معاه البرنسيبلز بتاعه الادفانس تروما لايف سبورت كده العيان ايه هقدر ان انا انقذ حياته. تمام. اول حاجه ده الفيرست بيك ده العيان اصلا لا راح مستشفى ولا اتنقل ولا اي حد، ده هو يعني مات في لحظتها اللي هو ضرب وقع مات. تمام. او يعني حادثه حصلت وقع من طياره مات. اي حادثه يعني. تمام. تاني حاجه اللي هو السكند بيك ده العيان ما لحقش يعني يتنقل، هو مات في خلال المينتس الدقايق، كان محتاج بس شويه لايف سبورت ان هو حد ينقذه يعني، ولكن برضو ما لحقناش ان احنا ننقذه. تمام. تالت حاجه بقى السيرد بيك ده، ده العيان يعني خلاص سيفرال دايز لويكس، يعني ده مش مات بسبب الحادثه نفسها، هو مات من الكومبليكيشن اللي بعد الحادثه. تمام. قعد اهو ده فضل ايام عايش، فضل اسابيع عايش، ده والله ده دخل المستشفى وكان ممكن يعيش والله وزي الفل ومات. تمام. تمام. ايه الاسباب اللي تخليه يموت بعد ما يدخل المستشفى والناس تبقى فاكره ان هو ممكن ان احنا ننقذه او كده وخلاص يموت؟ بيقول ان السيرد بيك ده يعني بيكون غالبا بسبب انفكشن سيبسز ومالتيبل اورجان سيستم ديسفانكشن. طيب ايه هي السيبسز وايه هي المالتيبل اورجان سيستم ديسفانكشن؟ السيبسز اللي هي احنا عارفينها بكتيريا والتوكسين بتاعتها ماشيه في قلب الدم. تمام. البكتيريا والتوكسين بتاعتها دي ماشيه في قلب الدم كده يعني مش هتعمل اي حاجه للبني ادم، ممكن ندخله في سيبتك شوك. ايه هي السيبتك شوك؟ بصوا تعالوا الاول نقول ايه هي الشوك. الشوك بتنتج من حاجتين، تمام، هايبوتنشن وهايبوبرفيوجن. تمام. الشوك بقى هايبوفوليميك سيبتك انافلكتيك اي شوك يعني عامه. تمام. اول حاجه الحاجه اللي احنا بنقولها هايبوبرفيوجن. هايبوبرفيوجن يعني ايه؟ يعني البلد مش واصل للاورجانز. تمام. هل الاورجانز ديت مثلا هتعرف تعيش من غير بلد؟ لا. فلما البلد ما يوصلش للاورجانز هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي مالتيبل اورجان فيلير او اللي هي المالتيبل اورجان سيستم ديسفانكشن. تمام. يعني هما غالبا مترتبين على بعض، غالبا اللي يضرب لي كذا اورجان وسيستمات كتير مع بعض هو ان يكون مش واصل لهم دم فكلهم يحصل لهم فيلير. حتى من علامات الشوك يعني لما بيجوا مثلا يقولوا الشخص ده عنده شوك، طب عرفت منين؟ هيقول لك مثلا هو عنده هايبوتنشن زائد علامه من علامات الهايبوبرفيوجن. هايبوبرفيوجن دي بتظهر في حاجتين قوي، السي ان اس، حتى لو اغلب اللي عندهم شوك يقولوا ايه اغمى عليه، حصل له ديتيريوريشن يعني او حصل له مثلا لوس اوف كونشسنس. تمام. دي من علامات الشوك. او هايبوبرفيوجن على الكدني فيعمل اوليجويوريا، العيان مش جايب يورين. تمام. دي من علامات الشوك اصلا. تمام. كل ده هايبوبرفيوجن، والهايبوبرفيوجن يعمل لي مالتيبل اورجان سيستم ديسفانكشن. تمام. يبقى ده اسباب الوفاه في الثيرد بيك، في الثيرد بيك سوري. تمام. كده احنا قلنا ايه الثلاثه بيك بتاعه الوفاه يعني بتاعه الدس. تمام. احنا كنا بنقول في السكند بيك ان الرابيد اسسمنت او الادفانس تروما لايف سبورت ده هينقذ لي حياه العيان. طيب يعني من الاولى ان انا اتعلم ايه هي الادفانس تروما لايف سبورت عشان انقذ حياه العيانين. تمام. ان شاء الله كلكم كام سنه، كلكم كمان كام سنه كده تنقذوا حياه عيانين كتير وربنا يجعله دايما في ميزان حسناتكم. تمام. ايه هي بقى الادفانس تروما لايف سبورت؟ الادفانس تروما لايف سبورت ده ابروتش كده علشان انا اتابع العيان. تمام. واعمل له يعني اتابعه او احميه من الحاجات اللي بتهدد حياته او الانجرز اللي بتسبب الوفاه. تمام. بيقول لك يعني ان الابروتش ده اتعمل في ايه؟ اتعمل في 1978. تمام. ده الفيرست اطلس كورس يعني، وان هو دلوقتي بقى اكسبتد وبيستخدم بستاندر واسع
وان هو بيخلوه يعني بيستخدموه في الفيرست اور اللي هو اول ساعه من الحادثه، العيان اول ما يدخل لك الاستقبال بتستخدم معاه ده، تمام. وان في الهند البروجرام ده يعني اسوشيتد مع التروما كير. كل ده كلام يعني ما فيهوش معلومه يتسال فيها السلايد كلها، تمام. نيجي بقى للمهم، ايه هي الكونسبت بتاعت الاطلس ده؟ اول حاجه ان انا بعالج الجريتست ثريت تو لايف فيرست، يعني العيان جاي لي عامل حادثه، تمام، وهو عامل حادثه العربيه خبطته فوقع على مش عارفه ايه فعوره 2 سنتي كده ولا 3 سنتي في رجليه، فوالله استنى اما اخيطك، بص موت وسيبنا من الحادثه دي ضربت لك البرين ولا عملت لك ايه، بس استنى اصل انا شايف هنا في بلاد بينزف من 3 سنتي فهخيطهم. لا اكيد طبعا لا، انا بعالج اول حاجه اكتر حاجه تهدد الحياه، تمام. تاني حاجه بقى بيقول في الكونسبت ده، بيقول ان انا لو ما عرفتش اجيب ديفينيتيف دايجنوستس كويس، تمام، او ان انا خلاص لسه مش واصل لتشخيص بالظبط، ده ما يمنعنيش ان انا اديله العلاج. يعني مثلا ايه، العيان مش فور اكزامبل، يعني مثلا هو السبتك شوك مش هو العيان اللي جاي لي بحادثه، تمام، ده اكزامبل تاني برضه، تمام. انا اقعد ادور له على الاورجانيزم اللي عامل له السبسس وانسى خالص ان انا اديله صلاين او اديله اعوض له ان هو في شوك وكده، لا امسك اشوف بقى ايه، والله بص انا لازم اعرف لك الاورجانيزم، اصلا الدكتور الشاطر هو اللي بيجيب الدايجنوزس بالميلي، لا معلش يعني ما تجيبش الدايجنوزس بالميلي دلوقتي، الحق العيان قبل ما يموت وبعد كده اقول الهيموريدج اللي عنده سب ديورال ولا ايبي ديورال، تمام. تالت حاجه بقى بيقول ان الديتيلد هيستوري از نوت اسينشال، برضو نفس الفكره، اكيد يعني ايه انا مش هقعد اخد هيستوري، اصلا انا اتعلمت ان انا لازم اخد بريسنت هيستوري وفاميلي هيستوري، طب يا حاج انت متجوز ولا مش متجوز وحاجات بقى ايه، يعني اكيد مش هعمل ده دلوقتي، تمام. فان انا اخد ديتيلد هيستوري بالظبط، اصل انا بحب ادقق في التفاصيل، معلش ما ادققش في التفاصيل دلوقتي، تمام. ده ما يخلينيش اقعد اخد هيستوري واسيب ايه الايفالويشن بقى بتاع البيشنت واشوف الانجري بتاعته واسيب الاكيوت انجري ده تموته وانا باخد اصلا هيستوري، تمام. شغل الرواقه بتاع العياده ده معلش ياجله شويه، تمام. بيقول يعني ايه ان الريزلت بتاعت الاطلس ده اصلا هي عباره عن ديفلوبمنت للاي بي سي ابروتش، تمام. مش احنا اخدنا الاي بي سي تعالت اكيد اخدتوها وسمعتوها 60 مره قبل السكشن ده، تمام. نلخص الكونسبت الاول اللي هي الاول حاجه ان انا بعالج الجريتست ثريت تو لايف فيرست، تاني حاجه ان انا لو ما عنديش ديفينيتيف دايجنوستس بالظبط ده ما يمنعنيش ان انا ادي للعيان التريتمنت اللي هو محتاجه، تالت حاجه ان انا ما ينفع مش لازم اقعد اخد ديتيلد هيستوري بالملي، تمام. هنا بيقول بقى ان هي ريزلت الديفلوبمنت بتاعت الاي بي سي، تمام. نفكر تاني بالاي بي سي، تمام. اول حاجه اللي هي الايه اللي هي الاير واي والسيرفايكال سباين بروتكشن، تاني حاجه اللي هي البريزنج، اللي هي البي السي اللي هي السيركيوليشن والبلد، تمام، لو في بلد ستوب البليدنج ده يعني، والديسابيليتي طبعا لو في فراكشر قطع لي نيرف او في اصلا نيرف مقطوع ببنتريتنج تروما فانا هشوف ايه يعني النيورولوجيكال ديفكت اللي عنده، تمام. اخر حاجه او اللي هي خامس حاجه اللي هو الاكسبوجر، الاي اكسبوجر ان انا هعمل اندريس للعيان، تمام، عشان اشوف اي مشكله يعني لو هفحصه من راسه لرجليه زي ما بيقول. انفايرمنت تمبريتشر كنترول، بصوا اكيد الاكسبوجر مع الانفايرمنت تمبريتشر كنترول يعني مثلا ان هو ما يبقاش الجو تلج مثلا وانا اللي هو ايه اعمل له اندريس، تمام، عشان اصلا العيان ده ممكن يكون هايبوفوليميك، تمام، والتمبريتشر بتاعته واقعه وهايبوثيرميا فانا اقوم موقعها له اكتر، لا لاحظوا الحته دي، تمام. ده اللي هو الاي بي سي ابروتش. انا وقفت التسجيل عشان حسيت ان انا بجري ورا نفسي او في حد بيجري ورايا، بس معلش معلش استحملوني واعذروني، تمام تمام. احنا خلصنا الاي بي سي، نروح بقى على الترياج. ايه هو الترياج بتاع التروما؟ اول حاجه ان انا ايه في حالات كده مثلا ايه بتبقى حوادث كبيره او في كوارث، تمام، فالعيانين كتير قوي فانا لازم انفرز العيانين دول، مين اللي انا هعالجهم الاول ومين اصلا اللي انا هعالجهم في حاله ان انا مش هقدر اعالج الجميع، تمام. فالترياج ده بيكون اللي هو سورتنج للبيشنت، ده مبني على الهم التريتمنت اللي هما محتاجينه، تمام، والريسورسز اللي عندي اصلا الكادر الطبي المستشفيات اللي هي تستحمل اصلا قد ايه او كده يعني، تمام. يبقى الترياج ده بعمله في حالات الكوارث
او في حالات ان في عيانين كتير تمام، زي هنا مثلا شايفين الدكتور اهو في كل الناس دي كلها، فهو المفروض يختار مين اللي هيعالجه ومين اللي مش هيعالجه تمام، ومين اللي هيعالجه الاول تمام. بيقول كمان ان الـ ان الترياج ده يعني بفرز البيشنت اللي انا اصلا يعني في وقت الفيلد اللي هو مثلا ايه في مكان الحادثه تمام، انا هشوف اصلا مين اللي انا هدخله المستشفى او هنقله بالاسعاف تمام. في حلين او في مش في حلين، في وضعين. الوضع الاولاني ان يكون في عيانين كتير او في مثلا حاجه زي مثلا ايه اتوبيس اتقلب تمام، الاتوبيس ده فيه 50 واحد، ال 50 شخص ده المستشفى هتستحمل ان هي تعالج ال 50 كلهم تمام، ولكن مش هتعالج ال 50 كلهم في نفس اللحظه. فهنا في الحل ده تمام، بشوف الناس اللي هم اصابتهم خطيره او اللي هم مش هيعرفوا يستنوا معايا للاخر هعالجهم الاول تمام. لكن في حاجه تانية، ان مثلا حصل كارثه طبيعيه زي مثلا زلزال ضرب لي بلد بحالها تمام، فالاتصاب سكان البلد بحالها تمام، هل المستشفى والكادر الطبي في امكانيه ان هم يعالجوا سكان البلد بحالها؟ في اصلا عربيات اسعاف ان انا البيشنت دول للمكان اللي انا هعالجهم فيه؟ كل ده مش مكفي. ساعتها الدكتور هنا بيقف بقى ايه في وضع كده ان هو يختار مين اللي هيعالجه. للاسف يعني هو وضع كده صعب تمام، بس الحاله مثلا متطلبه ده تمام. طيب في الحاله دي الدكتور هياخد مين؟ هياخد الناس اللي هم برضو حالتهم صعبه قوي فيروح يلحقهم ويقعد معاهم وقت طويل ويسيب بقيه الناس كلها تموت؟ اكيد مش هيعمل كده تمام. ولكن ايه بقى اللي هيحصل؟ ان الدكتور هيختار الناس اللي هم حالتهم ان هم حالتهم تستحمل ان هم يتنقلوا، زائد ان كمان الامكانيات اللي هم محتاجينها مش كتيره، يعني هم مش محتاجين وقت كتير، مش محتاجين معدات طبيه كتير، اللي هو هقدر اعالجهم بسرعه بحيث ان انا انقذ اكبر عدد من الناس تمام. تمام يا رب تكون وصلت تمام. هنا بقى بيقسمهم وبيقولهم بقى احنا اتكلمنا كده دردشه مع بعض، نتكلم بقى ايه الكلام او المصطلحات. في حاجه اللي هي المالتيبل كاجواليتيز والماس كاجواليتيز. سوري هو التسرع والله العظيم بيعمل اكتر من كده. المالتيبل كاجواليتيز ده بقى ايه؟ بيقول ان هنا بيكون في مور ذان وان بيشنت، في عدد من البيشنت يعني، ولكن العدد البيشنت ده مش بيكسيد الكاباسيتي بتاعت يعني ايه الكير اللي احنا هنقدمها تمام، يعني استيل على قد امكانياتنا تمام. طيب في الحاله دي الدكتور هيعمل ايه او الناس هتعمل ايه؟ الدكاتره يعني هيبقوا ايه؟ البيشنت اللي هم عندهم لايف ثريتنينج بروبلمز دول اللي انا هعالجهم الاول تمام. الناحية التانية بقى او الجزء التاني اللي هو الماس كاجواليتيز، في حالات اللي هي الكوارث الطبيعية ان الاشخاص البيشنت والانجرس ديت اكسيد الكابيليتي بتاعت الفاسيليتيز او الستاف تمام. هنا الكادر الطبي مش يقدر يعالج كل الناس دي كلها، فاحنا هنعمل ايه ساعتها؟ هنشوف الجريتست chance of survival والناس اللي هما محتاجين list الناس اللي هما يعني محتاجين list time وequipment وsupplies، هما دول اللي انا هعالجهم الاول تمام. كده احنا قلنا الترياج تمام. نعيد تاني النقط المهمة، احنا قلنا ان الترياج ده بفرز البيشنت عشان اشوف هعالج مين الاول تمام. وفي حاجتين اللي هو المالتيبل والماس. اول حاجة المالتيبل هعالج ايه؟ هعالج الناس اللي هما يعني عندهم life threatening problems الاول علشان العدد قد الكادر الطبي تمام، وهعرف اعالج يعني الناس كلها في الاخر. الماس ده انا في الاخر مش هعرف اعالج كل الناس، ولكن هختار الناس اللي هم اكتر ان هم يسرفايف او عندهم فرصه احسن ان هم يسرفايف، فانا عشان اعرف ايه اعالج اكبر قدر من الناس تمام، هعالج اللي هم ايه محتاجين وقت قليل ومحتاجين معدات قليله وهنقلهم يعني للمستشفى تمام. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، خلاص الناس دي كلها خلاص انا هعالجها، اللي هعالجه بقى اللي هعالجه هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل له اير واي مينتيننس تمام. قلنا اهم حاجه اصلا كانت في الاي بي سي ان انا بحافظ على الاير واي تمام. هحافظ على الاير واي ده ازاي؟ هعمل سكشن واعمل انسبكشن تمام. هعمل سكشن ايه؟ لو في مثلا فورين بودي تمام هطلعه تمام. واعمل انسبكشن كده اشوف في فيشيال او ماندبل او حاجه في فراكشر، يعني في انا شايف اي ديفورميتي كده تدل ان في فراكشر، اي فراكشر في اللي هي في الابر ريسبيراتوري تراكت مثلا، ده هيخلي لي مفيش تنفس، هيقفل لي الريسبيريشن تمام. يبقى انا هشوف هدور على فورين بادي، هدور على فيشيال او ماندبل او تراكيال ولارينجيال فراكشر تمام. اي حاجه هتعمل لي اوبستراكشن للاير واي هشوفها عليك تمام. طيب
لو في فراكشر او انا همنتين الاير واي ده ازاي. بيقول ان في حاجتين، تمام، في حاجتين يعني او طريقتين، تو ميثودز عشان ايه احافظ على الاير واي بيتنسي. تمام، اول حاجه اللي هي حاجه اسمها اللي هو تشين ليفت، تمام، هرفع دقنه. تالت حاجه تاني حاجه اللي هي الجو ثراست، تمام. ودلوقتي كمان شويه هنفرق ما بين الاثنين ونقول كل واحده تتعمل ازاي بالظبط، تمام، بس ما تستعجلوش زي ما انا مستعجله كده. تمام، تالت حاجه بقى هحافظ على ان البيشنت هيد ما تكونش هايبر اكستندد قوي ولا هايبر فليكشن قوي او روتيت، عشان لو في مشكله في السباين، تمام، ما تعمليش مشكله اكبر. يعني مثلا لو في فيرتبري مكسوره او كده ما تبوظليش السباينال كورد، ما تقطعهوش، تمام. فانا هحافظ ان الهيد بتاعته تكون في مكان مناسب. وعارفين البتاع اللي هم بتشوفوها في الافلام الاجنبي كده حاطينها، طبعا احنا يعني في مصر الحاجات دي ليك قوي عندنا يعني مش موجوده كتير، بس ماشي، اللي هي بتاع اللي بيقولوا لفينها على رقبتهم دي، تمام، عشان يعني تحفظ الهيد والسباين والسيرفيكال سباين. تمام، بعد كده بقى بيقول لي ان البيشنت اللي عندهم سيفير هيد انجريز، تمام، واللي هم عندهم الجلاسيكو كوما سكيل. جلاسيكو كوما سكيل ده بيتعمل يعني على اساس الليفل بتاع الكونشسنس، العيان اليرت معايا وصاحي كده وبيرد عليا، طب عينيه بترمش ولا لا، طبعا سكيل بنقط كتير عاوزين تدوروا عليه وتقعدوا تشوفوه يعني كده وتحكموا على البيشنت ازاي براحتكم، بس هو مش مكتوب عندنا دلوقتي، تمام. المهم يعني ان السكيل ده بيكون من 1 لـ15، تمام، ومش من 1 لـ15 سوري، تمام، اقل حاجه فيه 3، معلش، لما يكون هو 0 0 فبنحط له 3، تمام، لـ15 ده اللي هو ايه اعلى حاجه، تمام. فلما بيكون العيان 8 فيما اقل، تمام، ده بخاف عليه، العيان ده بخاف عليه، بعمل له ايه، بعمل له اللي هو عارفين اللي هو الاندوتراكيه التيوب، هي اللي موجوده في الصوره دي، تمام، اسمها كافد سيكيوريتي تيوب، تمام، بامنه يعني بامن له الايروي بتاعه احسن، ده اصلا يعني على وشك ان هو يموت فبلحق. تمام، بعمل انيشيال بروتكشن للسباينال كورد، تمام، اهم حاجه ايه ان انا اعمل اموبلايزيشن، بعمل اموبلايزيشن ديفايس زي ما قلت لكم اللي هي بتاع اللي بتحط على الرقبه دي، اسمها تايه من دماغي دلوقتي، ما علينا، شوت بي اكمبريشن، تمام، بس مفيش اي حاجه، زي الفل. هنيجي بقى للليفت، للتشين ليفت والجو ثراست، تمام، حاول برضو احط لكم في فيديو للطريقتين يعني بالظبط هنشرحهم، واللي عاوز يبص على الفيديو ان شاء الله هسيبه لكم في التعليقات، تمام. التشين ليفت انا برفع التشين، بيقول لي بقى الخطوات ازاي، بجيب الصوابع بتاعتي، تمام، صوابع ايد واحده زي الصوره اللي هي الاولانيه دي اللي على ايدك اليمين، تمام، واقوم حاططها تحت المندبل، تمام، وبالراحه كده اقوم رافع ابورد، تمام. لما انا ارفع التشين ابورد انا كده بخليها تيجي انتيريورلي، تمام، فتطلع لبره، تمام. وبعد كده الصنب بنفس الايد، يعني الايد اللي انا حاططها، بصوا هو حاطط ايده تحت اهو، تمام، الصنب بقى بتاع ايده اهو فري فوق، تمام، هيحطها على اللور ليب، تمام، ويفتح بقه، تمام، وبعدين يقوم ايه رافع التشين كده. هي دي الطريقه يعني. طب نيجي للطريقه الثانيه اللي هو الجو ثراست. هنيجي من تحت من عند الانجل بتاعه الجو كده، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، انا واقف ورا البيشنت، تمام، ورا راسه، وحاطط ايديا الاثنين كل ايد على انجل بتاع كل ايد على انجل يعني اللي هو بتاع الجو، تمام، واقوم مخرجها لبره كده، تمام، اعملها فورورد، اخلي المندبل يجي فورورد، تمام. ده هيخلي لي بقى ايه اعمل كلير للاير واي، لو في اي فورين بودي هطلعها، تمام. وطبعا لازم اكون واخد بالي في الحركه دي، عشان شايفين ممكن وانا حاطط ايديا كده من ورا اقوم انا عامل اكستنشن هايبر اكستنشن للنك. انا لسه فوق بقول المفروض ما اعملش لو هايبر اكستنشن ولا هايبر فليكشن للنك، لازم النك ما تكونش لا كده ولا كده، تمام، ولا لفه. فلازم وانا بعمل الحاجات دي اكون واخد بالي ان انا ما اعملش ده بنفسي. نيجي بقى كونكلوجن للهيصه اللي احنا عملناها دي، تمام، باختصار كده بيقول ان الاطلس ده هو كورس بيوفر للي بيمشوا عليه او مثلا الدكاتره او المستشفيات اللي بتتبعه ان هم يعملوا بتوفر لهم سيف ميثودز وطريقه كويسه للعلاج للناس المصابه، تمام، وبيتوفر لهم كمان بيزك نوليدج بتعلمهم، تمام. طيب ده كله اصلا انا بعمله ليه، هو مفيد في ايه؟ ان انا اعمل اسس للبيشنت ده رابيد واكيوريت. هو ايه اللي انا عاوز اعمله؟ ان انا انقذ البيشنت
وان انا بسرعه وبدقه، تمام؟ فانا همشي على النقط دي علشان اعمل كده. تاني حاجه ان انا اعمل ريسسكيت للبيشنت على حسب للبيشنتس على حسب البريوريتي. مش احنا قلنا فوق ان احنا كنا بنختار مين اصلا اللي احنا هنعالجه؟ تاني حاجه ان انا بحدد اصلا احتياجات البيشنت، انهي بيشنت كل واحد احتياجاته تفوق الريسورسز اللي عندي ولا لا، تمام؟ دي تالت حاجه. رابع حاجه بقى اللي هو الرينج. بصوا النقطه دي معناها ايه؟ طبعا اللي هو الانتر هوسبيتال والانترا هوسبيتال ترانسفير وكده، تمام. ايه هو اصلا البيشنت ده؟ تمام، موجود في المستشفى. المستشفى دي مثلا ما فيهاش الامكانيات اللي احنا هنعرف نوفرها للبيشنت، فانا برتب له هنقله لمستشفى تانية ولا هنقله لقسم تاني داخل المستشفى. يعني مثلا العيان ده موجود في اوضه التروما وانا عاوز اعمل له اشعه، عاوز اعمل له سي تي، تمام؟ فانا لازم يكون في ارتب له يعني طريقه كويسه ان انا انقله، بحيث ان انا ما موتهوش في السكه وانا بنقله، او ان انا ما اخليش حالته تدهور وانا بنقله، سواء هنقله من قسم لقسم داخل المستشفى او هنقله من مستشفى لمستشفى. يبقى اللي هو الانتر هوسبيتال او الانترا هوسبيتال ترانسفير، تمام؟ ايه هو ومين اللي هنقلهم وهنقلهم امتى؟ ما هو برضو مش اول ما العيان يجي هقوم موديه، لا، انا ممكن اعمل حاجات بحيث ان انا لما اجي انقله يكون افضل، تمام؟ وهنقله ازاي، تمام؟ خامس حاجه بقى اللي هي خامس نقطه واخر نقطه، تمام؟ ان انا اكون متاكد ان انا بقدم الرعايه المنشوده مثلا او الرعايه اللي هي الكويسه، تمام؟ وكمان ان الرعايه اللي انا بقدمها دي ما يحصل لهاش ديتيريوريشن على اي بوينت، سواء انا بعمل ايفالويشن سواء انا بعمل ريسيتيشن او ترانسفير بروسيسز، تمام؟ ان انا اتاكد يعني ان انا بقدم رعايه كويسه لما امشي على الاطلس بالظبط، تمام؟ يبقى كده احنا قلنا ان الاطلس ده بيوفر لي ايه؟ بيوفر لي اسسمنت للبيشنت رابيد واكوريت، ان انا اعمل ريسسيتيشن للبيشنت على حسب البريوريتي، تمام؟ وان انا احدد لو البيشنت ده الامكانيات اللي هو عاوزها متوفره عندي ولا مش متوفره، انا هنقله معايا في حاله اللي هو الماس كاجواليتيز مثلا، هنقل البيشنت ده معايا ولا انا اصلا مش هعرف اعالجه فهسيبه. رابع حاجه ان انا اصلا هرتب طريقه نقل البيشنت، سواء ان انا هنقله للمستشفى او ما بين مستشفى ومستشفى او انا هنقله من قسم لقسم وهكذا، تمام؟ وان انا اتاكد ان انا بقدم له رعايه كويسه، تمام؟ وما يحصلهاش ديتيريوريشن على اي بوينت من الخطوات، تمام؟ اخر جمله بقى، دي كده جمله تشبيه بليغ، تمام؟ بحس ان هو مش متناسب اصلا مع السكشن، تمام؟ ان الانجري ديت عباره عن ديزيز، والديزيز ده ليه هوست اللي هو البيشنت، وفي فيكتور اوف ترانسميشن، وتحس ان انت قلبت باره، تمام؟ بس عادي يعني، مش جمله للسؤال يعني، فعادي هنعمل لها سكيب، او احنا قلناها اصلا ما عملناش سكيب. ما علينا، بصوا شايفين جري بيجري بالجبنه ده زي ما انا بجري كده وانا بقول لكم استكشن. انا اسفه والله، تاني مش عارفه اقول لكم انا اسفه كتير بسبب السرعه يعني. اعتقد ان انتوا مش هتحتاجوا ان انتوا تسرعوا الفيديو، تمام؟ كده احنا خلصنا اول جزء. على فكره هو السكشن طويل شويه، انا هحاول لو هو الوقت سرح مني قوي يعني هقسمه لكم على اتنين، بس احنا لسه ما جبناش النص ساعه يعني، فممكن نكمل نكمل شويه، ولو الوقت لقيته هيزيد مني قوي عشان ما تفصلوش مني هعمل الفيديو تاني، تمام؟ احنا قلنا اول جزء اللي هو الاكسيدنت، تمام؟ قلنا البيكس بتاعت الدس اللي هي ممكن نعيد تاني على فكره حاجات بسيطه كده بحيث ان انا ايه اجمع لكم الدنيا، تمام؟ قلنا ان اول حاجه اتكلمنا فيها اللي هو ايه الترايمود اللي هو الترايمودال ديس ديستريبيوشن، وقلنا ان هما بيموت الناس بتموت في خلال ثلاث فترات، تمام؟ اول فتره اللي هي من خلال من ثواني لدقائق، وقلنا ان هي ايه اسبابها، ان هو حد اتخنق، حد ضرب برصاصه في دماغه، حصل رابشر في الهارت او في الاورطه، تمام؟ وقلنا السكند، قلنا اللي هي بتحصل من مينتس لاورز بما ان اسمها جولدن اور، وقلنا جولدن عشان اقدر انقذ البيشنت، وقلنا ان هي اكتر حاجه بيحصل فيها اللي هو ايه بلاد لوس، تمام؟ سيفير بلاد لوس، اي حاجه بقى بتعمل بلاد لوس، تمام؟ غير الاورطه يعني. قلنا الثيرد بيك هو الكورنر ستون بتاعها يعني الانفكشن، ان هو يحصل سيبسيس وبعد كده يحصل مالتيبل اورجان سيستم ديس فانكشن. واتكلمنا عن الاطلس، وقلنا ان السلايد دي فيها شويه بس كلام كده، ان الاطلس اتعمل 1978، الجمله اللي فوقها ان انا بتعامل مع اللي هو اللايف ثريتنينج انجري، الجمله اللي تحتها ان انا بستخدمها في اول ساعه من الحادثه يعني للتروما كير، ماشي؟ وان الهند بيستخدموها، ما علينا، اي حد يستخدمها مش حاجه هتضايقنا يعني لما يستخدموها،
ماشي. الكونسبت بتاعت الاطلس بقى ان انا بعالج الجريتست ثريت الاول، تمام. تاني حاجه ان انا مش لازم اوصل لديفينيتيف دايجنوزس ان عشان ابدا يعني التريتمنت المطلوب. تالت حاجه ان انا مش لازم اخد ديتيلد هيستوري، تمام. وقلنا ان ده عباره عن تطور للاي بي سي ابروتش، والاي بي سي مش هنعيده تاني عشان انتوا اكيد زهقتوا منه. وقلنا ان الترياج ده انا بفرز البيشنت عشان اشوف مين اللي انا هعالجه على حسب عدد البيشنت اللي عندي، وانا هستوعب العدد ده كله ولا مش هستوعبه. قلنا ان في حاجتين اللي هو المالتيبل كاجواليتيز، زي مثلا حادثه صغيره او مثلا ايه قطر اتقلب، اتوبيس اتقلب، حاجه اللي هو اقدر اسيطر عليها يعني. وان انا هنا بعالج البيشنت اللي هو عنده لايف ثريتنينج بروبلمز الاول، تمام. وبعد كده يعني ايه الناس اللي هم تقدر تستحمل معايا شويه هعالجهم بعدين، تمام. قلنا الماسيف كاجواليتيز بقى اصلا في كارثه كبيره ومش هعرف عليك كل الناس، فكده كده هختار، تمام، ان عدد البيشنت يعني اكسيد ال تمام. معلش كمان مفيش مساحه، ماشي تمام. وان ده يعني في الحاله ديت بشوف الناس اللي هم عندهم جريتست تشانس ان هم يسرفايف، يعني دول اللي هعالجهم الاول واللي هيستهلكوا مني وقت اقل، معدات اقل. قلنا الايروي مينتيننس ان انا هعمل سكشن وهعمل انسبكشن لو في فورين بادي، لو في اي فراكشر فهمنتين الايروي مفتوح واشيل اي اوبستراكشن يعني، تمام. قلنا في اتنين ميثودز اللي هو التشين ليفت والجوس راست، تمام. وقلنا ان البيشنت ده ما ينفعش اخليه هايبر اكستندد، الهيد بتاعته هايبر اكستندد ولا هايبر فليكسد، تمام، ولا روتيت، ومش هلف رقبته يعني بالسباينال كورد كده، لف لفه واحده ما علينا. ان البيشنت لو الجلاسيكو كوما سكيل بتاعه اقل من 8 فانا اللي هعمل له انتيوبيشن او هعمل له قفض اللي هو سيكيورد تيوب زي الصوره دي كده. ومبدئيا كده ان هو السباينال كورد هعمل له اموبلايزيشن علشان ما يبقاش في مشكله في السباين او كده، يعني فيرتبري مثلا تقوم مكسوره او مكسوره في الحادثه يعني تقوم خبطه السباين، مش عاوزين مشاكل، ماشي. خلينا في الحلول السلميه. التشين ليفت بقى والجوس راست قلنا بتتعمل ازاي. قلنا التشين ليفت ان انا بحط صوابعي كلها تحت المندبل كده واقوم يعني رفعه، فلما ارفعه كده التشين هتيجي انتيريورلي، تمام. ولو في اي مشكله بقى في واقوم بصابعي اللي هو بالصنب اقوم منزل اللي هو اللور ليب، تمام، افتح الماوس بتاعته يعني، ولو في اي حاجه شايفها فورين بادي او كده هطلعها. قلنا الجوس راست ان انا هقوم اعمل جراسب للانجل بتاعت اللور جو من الناحيه دي ومن الناحيه دي، زي اقوم شددها يعني او محركها بس بالراحه، كل حاجه بالراحه عشان ما اعملش اي مشكله، تمام. وهشيل بقى الفورين بادي، قلنا لسه احنا لسه قايلين كونكلوجن، تمام. نيجي بقى للنقطه اللي بعدها اللي هو الهيموريدج، تمام. الهيموريدج ده في منه نوعين، انترنال هيموريدج واكسترنال هيموريدج، تمام. نشوف ايه الفرق ما بينهم. نقول اول حاجه الاكسترنال، تمام. اكسترنال هيموريدج يعني انا شايف هيموريدج خارج من الجسم، تمام تمام، بما انه خرج من الجسم ان هو قطع سقطة تشو، حصل مثلا ايه بنتريتنج تروما، او حصل بلاش كلمه بنتريتنج تروما عشان مذكوره هنا في الانترنال هيموريدج، ما علينا. المقصود يعني ان الانجري قطعت سقطة تشو وخرجت لي البلاد بار، تمام. بيقول ان دي احصائيه يعني ان 10 مليون من الامرجنسي ديبارتمنت فيزيتس كانت في الولايات المتحده كانت بسبب الاكسترنال هيموريدج، تمام. بيقول تاني ان الاكسترنال هيموريدج ده غالبا بيكون مايلد هيموريدج ونوت لايف ثريتنينج، تمام. طيب في دم كتير عمال يخرج من الانسان من بره، تمام. هو اصلا مش هيسيب مثلا دمه يتصفى قدامه وهو شايف نفسه بينزف، فهيروح على طول هيجري على طول على الدكتور، فاكيد ده مش هيلحق ينزف كتير، تمام. اكتر حاجه اصلا بتخلي العيان يروح يجري عند الدكتور حاجتين، البين والبلد، تمام. هو شايف بلد فهيجري فمش هيلحق، فالهيموريدج هنا هيكون مايلد، تمام، ومش هيكون لايف ثريتنينج اكيد، ما هو هيلحقه، تمام. بعد كده بقى بيقول ان السيريسنس بتاعت الانجري ديت بتعتمد على كذا حاجه. بتعتمد اول حاجه على الميكال، اصلا النزيف ده جاي منين، النزيف ده جاي من ارتري، النزيف ده جاي من فين، النزيف ده جاي من كابيلاري. اكيد النزيف ده لو جاي من كابيلاري مش هيبقى نزيف كتير يعني، ده كابيلاري صغيره. لو جاي من فين، احنا كنا بنقول المره اللي فاتت ان الفين غير الارتري، الارتري الضغط فيه عالي وعمال يعني يبلسيت كده، فعمال يخرج لي دم كتير، ماشي. بما ان الضغط فيه عالي فبيخرج بسرعه يعني بفوليوم اكبر يعني او بسرعه اكبر، تمام. انما الفينوس الضغط فيه قليل عمال كده يخرج ايه حبه دم صغيرين وخلاص، تمام. طبعا الديجري بتاعت الفاسكولار ديستربشن يعني مثلا انا
حد مثلا ايه رجليه اتقطعت كلها بكل الفيزلز اللي فيها، غير حد تاني مثلا مقطوع يعني مجروح جرح سطحي، تمام؟ فالديجري نفسها بتاعت الديستربشن. وكمان غير كده، تمام، احنا كنا بنقول برضو المره اللي فاتت ايه، ان لو في تير ممكن يبقى كومبليت ممكن يبقى انكومبليت، وكنا بنقول اصلا ان الانكومبليت هو اللي بينزف اكتر، تمام؟ كل دي يعني ديجريز مختلفه، تمام. بعد كده بقى الاماونت بتاعت البلاد لوس ديت، البيشنت بيتعامل معاها ازاي. في ناس عادي بتروح تتبرع بكيس دم وكيسين دم، يعني نزفوا 2 لتر، او يعني ما هو مش نزيف، هو اتاخد من جسمهم لتر مثلا، ماشي، وما حصل لهمش حاجه. في حد تاني ممكن لو هو بس اتعور حاجه بسيطه، في ناس بيهم عليها يا جماعه لما بناخد من الناس رنج الدم، يعني خلاص، يعني الفكره يعني ان البيشنت ده يقدر يستحمل قد ايه، تمام. دي بتختلف من كل انسان للتاني. يعني ده بالنسبه للاكسترنال هيموج. نقول بس النقط اللي هي فيه، اول حاجه ان هو بيكون في سوفت تيشو انجري، فخرج لي الدم بره. ان هو الناس بتروح بتشتكي من الاكسترنال هيموج لدرجه هو اكتر حاجه الناس بتروح بيها بسرعه، عشان قلنا اول ما يشوفوا الدم هيجروا، تمام. ان بيكون في ان هو اصلا عباره عن مايلد هيموريدج، ما بيبقاش كتير، وهو مش بيهدد الحياه ولا حاجه. وان هو بيبقى بيختلف على حسب هو منين، مثلا اللي هو البلد ده مصدره ارتري ولا فين ولا كابيلاري، والديجري بتاعه الفاسكولار ديستربشن، والاماونت بتاعه البلد لوس اللي البيشنت يقدر يبقى توليرانس معاها. يعني ده كده بالنسبه للاكسترنال هيموريدج. نيجي بقى على الانترنال هيموريدج. الانترنال هيموريدج العيان عمال ينزف من جوه، تمام، وانا مش شايف ولا هو شايف ولا حد شايف، تمام، فغالبا يعني هينزف كتير، ما حدش شايف بقى، تمام. فايه بيقول لك ان الانترنال هيموريدج ده بينتج من حاجتين، يا اما تروما بلانت تروما او بنتريتنج تروما. هتقولي طب البنتريتنج تروما ايه اللي خلاها تعمل لي انترنال هيموريدج؟ خلي حد ياخد سكينه ويقطع فيزل، بس الفيزل ده جوه في الابدومن مثلا من جوه، تمام، هو قدامه سكه او مساحه جوه ينزف فيها، ايه اللي يخرج لك ينزف بره؟ هو ممكن ينزف من بره شويه بس اللي جوه هيكون برده فيه نزيف كتير، تمام. البلانت تروما طبعا هي واضحه ان اصلا ما فيش جرح بره. البلانت تروما بتبقى مثلا كراش انجري، بتبقى حاجه يعني اللي هو ايه، خبطه كدمه، اللي هو ما فيش حاجه حد قطعت وخرجت لي دم اصلا، تمام. النقطه اللي فوق بقى بيقول ان هو اكيوت او كرونيك ميديكال إلنس. ايه هو الميديكال إلنس اللي ممكن يعمل لي هيموريدج؟ حاجات مثلا زي بيبتيك ألسر. اصلا في كرونيك بيبتيك ألسر واكيوت بيبتيك ألسر، تمام، هي جميله البيبتيك ألسر، لايقه على الاثنين بصراحه، تمام. البيبتيك ألسر ديت العيان هينزف من جوه، تمام، في الاستومك، والاستومك هي كبيره وتستعمل حبايب ألف، تمام، ويقعد بقى ايه ينقط كده، سواء هو كرونيك عماله البيبتيك ألسر كل يوم تنقط لها شويه كده وخلاص، ولا هي اكيوت حصل بيرفوريشن مثلا، حصل فاريكوسيل في الاسوفيجاس وفرقع، ما علينا يعني، ما علينا، تمام. كل ديت انترنال هيموريدج، تمام، سواء اكيوت او سواء كرونيك. بيقول بقى بعد كده ان الانترنال بليدنج ده بيعمل هيمودايناميك انستابيليتي. ما هو الانترنال بليدنج ده محدش شايفه، هو جوه لحد ما يخرب الدنيا خالص، ويبتدي بقى يعمل لي هيمودايناميك انستابيليتي، والعيان بقى ايه يبقى نزف شويه حلوين وكده. بيقول ان دايما بيبقى في لارج كافيتي، يعني هو العيان بينزف في الكافيتس، طبعا المكان اللي هيقعد ينزف فيه ومحدش هيسال فيه، تمام. انا ملخصاه كنت ملخصاه في كلمه اكبر، تمام، عشان هو كافيتس وده نزيف يعني بيبقى اكبر، بس تقريبا نسيت اكتب كلمه اكبر يعني، بس ما علينا، مش ما انا معاك اهو هقول لكم، تمام. ايه هي الكافيتس بقى اللي العيان بينزف فيها؟ الابدومين، الشيست، البلفس، الريتروبروتينيل، تمام، هينزف في كل دول محدش يحس بيه. ايه هي الساينز والسيمتومز؟ بما ان احنا مش هنشوف بلاد، تمام، اكيد يعني في حاجه هتدل ان جوه فيه، اكيد العيان مش هيموت صامت، تمام. ايه هي الساينز والسيمتومز بقى؟ ان العيان ده يجيب لي دم من اي مكان، تمام، اي فتحه في الجسم بيطلع منها دم، بيطلع منها بلاد، بيطلع حاجه بتدل على البلاد، يعني مش لازم فريش بلاد. اول حاجه بيقول برايت ريد بلاد من الماوس، احنا كنا لسه بنتكلم في البيبتيك ألسر، تمام، ديت اللي هتجيب لي الريد بلاد من الماوس، تمام، او من الريكت، بلاش بيبتيك ألسر، في دايفرتيكولايتس، في مش عارفه فاكره ان احنا خدنا حاجه شبه كده في الجراحه، يلا ما علينا يعني، بس ده هيبقى ايه بالريكتم يعني، او من اي فتحه تانية، تمام. في بقى تاني حاجه اللي هو الكافي جراوند ابيرانس اوف فومتس،
بصوا احنا كنا في الاول بنقول ايه، ان هو يبقى برايت ريد، برايت ريد بلاد، تمام؟ ده مثلا ايه البلاد من الاستومك نفسها، تمام. طب امتى بقى البلاد ما يبقاش طالع لونه احمر؟ يعني لا، هو حصل له حاجه مثلا، لو هو في الديودينم، لو هو في مستوى ليفل ايه، حصل له دايجيشن يعني، تمام. بعد كده الميلينا، احنا قلنا ان هو ممكن يبقى برايت، برايت ريد من الريكتوم، وممكن يبقى ميلينا في الاستول، تمام. الميلينا برضو البلاد ايه، حاجه في النص كده، اللي هو ايه البلاد حصل عليه بكتيريال افكت، يعني مش من الريكتوم، لا من ليفل اعلى شويه، تمام. الميلينا دي بتكون اللي هو الستول اللي هو لونه بلاك، تمام، او تاري ستولز يعني، تمام. دي حاجات كلها علامات على البلاد، او ان انا هشوف يعني ايه البلاد، او البلاد بعد ما حصل فيه اي حاجه. في حاجه بقى ان انا اشوف نتيجه لان اصلا في بلاد لوس، تمام. النتيجه ديت ايه؟ ان العيان يدوخ، يحصل له سينكوب وهو قاعد او وهو واقف، اي حاجه، او اللي هو الاورثوستاتيك هايبوتنشن. انتوا عارفين الاورثوستاتيك هايبوتنشن اكيد، اللي هو حد بيبقى نايم ويقوم فجاه فيحصل له هايبوتنشن، تمام. ده اسمه اورثوستاتيك هايبوتنشن، اللي هو حد راقد مثلا وقام فجاه فيقوم مغمى عليه تاني او واقع يعني. بيقول بقى ان الانترنال هيموريدج يعني ده بيكون اسوشيتد مع هاير موربيديتي ومورتاليتي زي الاكسترنال هيموريدج. قلنا الاكسترنال هيموريدج نوت لايف ثريتنينج، لكن هنا ده هنا بقى لايف ثريتنينج، عشان انا مش شايف. دايما المشكله لو انا شايفها هعرف احلها، لو انا مش شايفها هي دي كل الازمه، تمام كده. احنا اتكلمنا على الاكسترنال والانترنال، تمام. ده بقى الجسم ازاي بيتعامل مع الهيموريدج. هل الجسم هيقعد يفقد بلاد كده ويقعد يتفرج؟ لا، ما بيقعدش يتفرج، بيعمل حاجه، بيرد، تمام. البادي انيشال ريسبونس تو هيموريدج از تو ستوب البليدنج. الجسم يعني بيروح في اتجاه ان هو يوقف البليدنج ده. طيب الجسم بيعمل ايه عشان يوقف البليدنج ده؟ في فاسكولار رياكشن، ان هو ايه يعمل ايه، فازوكونستريكشن للبلاد فيزل اللي بينزف. اي بلاد فيزل بينزف يقوم عامل فازوكونستريكشن، يقفل السموث ماسل اللي هي اصلا بتاعه البلاد فيزل ذات نفسه. تاني حاجه ان هو يعمل لي بليتلت بلاج، الكواجوليشن فاكتور بقى والحاجات بتاعه البايو دي، تمام. بعد كده بيقول ان هو بعد ما يعمل بليتلت بلاج او يعمل كواجوليشن ويقوم يعني سدد الجزء اللي بينزف ده، بعد كده بقى بيحصل جروس للتشو ده، تمام، ويرجع زي الطبيعي، تمام. يعني الانجرد بلاد فيزل هيرجع شبه الطبيعي تاني. ده اللي الجسم فيسيولوجيكال بيتعامل معاه، تمام. ممكن الموضوع يخرج عن السيطره، تمام، والشخص ده يروح للدكتور علشان يسيطر له على الموقف. طب الدكتور ده هيسيطر على الموقف ازاي؟ احنا كده اتكلمنا الجسم بيسيطر على الموقف ازاي. الدكتور بقى لو هو اكسترنال هيموريدج هيتعامل معاه تعامل، لو هو انترنال هيموريدج هيتعامل معاه تعامل تاني، تمام. الاكسترنال هيموريدج انا شايف المكان اللي بينزل، هضغط عليه. ابسط حاجه تلخيصا يعني للكلام ده كله، تمام. الجنرال مانجمنت بيكون دايركت بريشر. تاني حاجه اليفيشن، لو مثلا التعويره في ايده، تمام، في او يعني تعويره دي كلمه بسيطه خالص، اسمع علينا يعني، هو بينزف مثلا، تمام، فانا هعمل اليفيشن للجزء اللي بينزف. لما انا اعمل اليفيشن حاجه كده بتاثير الجرافيتي، تمام، البلاد هينزل لتحت او مش هيوصل للمكان ده كتير، فانا كده قللت النزيف من المكان ده. ان انا احط له ايس، مش اصلا دايما الكولد بيعمل فازو كونستريكشن. حتى احنا كلنا في الساعه اهو، جو ساقع جدا النهارده، كلنا ايدينا ورجلينا متلجه، تمام. يعني ابسط حاجه. تاني حاجه اللي هي بعد كده يعني، مش تاني، انا قلت كام نقطه مش ما علينا يعني. البريشر بوينتس، تمام، انا برضو نفس الفكره، انا هعمل دايركت بريشر او ان انا هعمل بريشر في اماكن معينه، هعمل اكيد في بوينت او في ليفل اعلى من النزيف. يعني مثلا النزيف في الريست فانا هضغط فوقه، يعني اكيد مش هضغط من تحت المكان اللي هو اصلا مقطوع، تمام. بعد كده اللي هو الكونستريكتنج باند، ان انا هقفل باند. واخر حاجه خالص اللي هي التورنيك، عارفين التورنيك اللي هو بتاع الكف بتاعه البلاد بريشر اللي احنا بنقيس بيها دي، ما علينا يعني. البلاد بريشر كف، بقوم انا عشان اوقف البلاد بعمل ايه؟ طول ما الضغط جوه اعلى من الضغط بره، فكده يعني النزيف هيفضل يخرج من جوه لبره، ما هو جوه اعلى، فانا اعمل ايه؟ اعمل من بره ضغط اعلى من جوه، فيقوم عامل لي كولابس البلاد فيزل كده، يقوم خانقه لي، تمام. هرفع ايه؟ هرفع من 20 ل 30. بس بيقول لك ان ده خليها اخر حاجه، اخر اوبشن،
يعني انا هتصرف في كل الحاجات اللي فوق دي كلها، اخر اوبشن خلاص بقى انا غلبت خالص، هعمل موضوع التورنيك دي. طيب ليه انا ما بعملش التورنيك دي من الاول؟ علشان انا لما هخنق البلاد فيزل، تمام، انا كده مش خنقت البلاد فيزل اللي مقطوع بس، انا كده خنقت كل الكابيلاريز وكل البلاد فيزلز الموجوده في المكان. ساعتها انا عملت انا الاسكيميا بنفسي. مش احنا كنا المره اللي فاتت بنقول ان لما بيحصل اسكيميا، تمام، بيحصل انيروبيك تنفس لا هوائي، وان التشو هيطلع لي لاكتيك اسيد وهيطلع لي الكترولايتس، والالكترولايتس واللاكتيك اسيد ديت اول ما اشيل التورنيك او اشيل البريشر اللي انا عامله هيحصل لها وش كلها بالبلد، وتروح بقى على الهارت وتروح على الجسم تعمل لي مشاكل تاني. طب انا في غنى عن كل الكلام ده كله، انا هلجأ لها كاخر اوبشن بس. تمام، نيجي بقى الجزء الانترنال هيموريدج. بصوا الانترنال هيموريدج اسم، يعني العنوان انترنال هيموريدج كنترول، تمام، تحت الكلام ما بيقولش اي كنترول، بس انا بنقل لكم اللي في الداتا، يعني هنفسر كل كلمه وخلاص. تمام، بيقول هنا بيعرف لي الهيماتوما، بيقول ان الهيماتوما ديت بوكت من البلط بتوين المصل والفاشيا. تمام، بعد كده بيقول ان الانكسبليند شوك هو ده، اخمن ان في ابدومينال تروما. احنا كنا بنقول المره اللي فاتت ايه اللي خليني ادور ان في بلاد فيزل مقطوع؟ ان انا الاقي انكسبليند شوك، الاقي العيان شوك وهو مش لاقي اي سبب للشوك ده او اي تفسير. تمام، بيقول بقى بعدها اللي هو الجنرال مانجمنت، ايموبلايزيشن اعمل له، ايموبلايزيشن اعمل له، ستابلايزيشن اعمل له، اليفيشن. تمام، معرفش ايه علاقته بالموضوع بس ما علينا. بيتكلم تاني عن انواع الهيموريدج، ما ليش كنترول، بيقول لي ان الابيستاكسس ده بليدنج من النوز، تمام، دي معروفه. طيب انا بعمل بقى ايه اللي بيخلي يحصل ابيستاكسس؟ ان يحصل تروما في النوز، اصلا هايبرتنشن، الهايبرتنشن هيرفع البلاد بريشر، تمام، فيخلي اي جزء ضعيف يحصل له بليدنج، الكابيلاري تفرقع. تمام، طيب انا بعمل تريتمنت ازاي؟ بخلي العيان ينام فورورد واعمل بنش للنوسترلز، الجزء الاولاني بتاع النوز كده، اقوم ايه عامل ليه بنش او اقوم ايه ضغط عليه. احنا كنا بنقول فوق ان اصلا اي بليدنج بعمله ازاي؟ هعمل بريشر، تمام، عشان اوقف النزيف من البلاد فيزل. تمام، بعد كده بيقول اللي هي الهيموبسيس، اللي هي ممكن تحصل، اللي هو اصلا البلاد من الماوس، تمام، ممكن يحصل بسبب ايه؟ يحصل بسبب اسوفاجيال فاريسيس. الميلينا، احنا قلنا ان الميلينا ديت ايه؟ ستول بلاك ستول، او اللي هو البلادن ستول، تمام، ده ممكن يحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب الدايفيرتيكولوزس. تمام، بيقول ان الكرونيك هيموريدج ممكن تعمل لي بعدين انيميا، او مش ممكن، ده اكيد. تمام، انا مش شايفه ان ده كنترول، تمام، بس ما علينا. يعني من رايي ان الكنترول في الحالات دي هيكون هتعالج السبب بتاع النزيف، مثلا في هنا في الاسوفجيال فاريسز ليه كذا حاجه، ان انا مثلا سواء هكوي او هعمل لايجيشن للفيزلز اللي هي يعني حصل فيها فاريكوز والحاجات دي كلها هعالجها، كل حاجه من دول هتتعالج، الهايبرتنشن هعالجه وهكذا، يعني ده عشان اعمل كنترول للهيموريدج. او اولا قبل ما انا اعالج السبب هعمل له ريسوسيتيشن، هديله الاول تعويضا عن الفلويد اللي هو نزفه. تمام كده احنا خلصنا الهيموريدج، خلصنا تاني جزء. طبعا كده قربت على الساعة، ولو دخلت في الجزء اللي بعده فانا هبوظ لكم وقت الريكورد بس، او وقت الفيديو يعني، بس والله هو غصب عني السكشن طويل. تمام، اتمنى اكون يعني سهلت ولو جزء بسيط، واعذروني على اي حاجة، اعذروني على شوية الجنان اللي حاصلين النهاردة. يلا مع السلامة، واشوفكم بقى ايه في الفيديو، هسجل لكم الفيديو اللي بعده بس ده خليه ينزل الاول. يلا سلام.